هو الإعلان على نهاية الهدنة وعودة العدوان التدمير على قطاع غزة، وكان متوقعا لأن الكيان الصهيوني، هذا الكيان الصهيوني الفاشي العنصري، هدفه بعيد المدى كما صرح به هو القضاء على حركة حماس، ولكن الهدف الحقيقي هو محاولة إفراغ قطاع غزة من ساكنها، ومحاولة تثبيت نكبة ثانية شبيهة بنكبة 1948 وتهجير الفلسطينيين إلى مصر. وبالتالي لهذا كان ما نلاحظ اليوم وما نتابع اليوم وعودة هذا مسلسل القتل والتدمير والإبادة هو في محاولة من أجل تحقيق هذا الهدف، لكن أكيد أن المقاومة الفلسطينية متنبية لهذا الهدف، وكذلك الشعب الفلسطيني البطل الحر الأبي لن يسمح بتاتا بنكبة جديدة، ولن يسمح بتاتا بتهجير جديد. فالمقاومة الفلسطينية تعرف العقلية الصهيونية وتعرف العقلية للجيش الصهيوني، هذا الجيش القتال الذي يقوم بكل أنواع التقتيل ويركز على الأطفال والأسر والنساء، ويركز كذلك على قصف المدنيين والتجمعات المدنية أمام صمت العالم، وهذا الصمت هو بمثابة ضوء أخضر. فاليوم تعود من جديد هذه العملية القصف، ولكن معه تعود المقاومة، وسيعود كذلك التضامن الشارع العربي وضمنه الشارع المغربي، وهذه المرة سيكون التضامن أقوى، خاصة بعدما أبدته المقاومة الفلسطينية أثناء إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والصهاينة، كيف كانت المعاملة الإنسانية. فصور إطلاق سراح الأسرى من أسيرات نساء وأطفال، أكيد تلك الصور ستغزو وستنتشر في نفوس كل أحرار العالم، وتؤكد على أننا أمام حركة تحرر وحركة مقاومة أنها تضع الإنسانية فوق كل اعتبار، بدل هذا الكيان الذي آخر ما يفكر فيه هو الإنسانية. مع الأسف الشديد أن المواقف الرسمية لحد الساعة ديال الدولة المغربية لم ترقى بعد إلى ما يتمناه الشعب المغربي وما تتمناه القوى التقدمية والقوى التحرر. فأول ما نطلب به ويطلب به الشعب المغربي من المواقف ديال الدولة وديال الحكومة هو إلغاء معاهدة التطبيع، وهو كذلك إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثلي الكيان الصهيوني. في غياب هذا الرد اللي هو مطلب أساسي لنسبة كبيرة من الشعب المغربي، لنسبة تفوق أكثر من 99% ديال الشعب المغربي، في غياب هذا الرد يبقى الرد الحكومي أو الدولة المغربية رد محتشم جدا. حقيقة طلعنا على الخطاب والرسائل، سواء رسالة رئيس الحكومة في مؤتمر القمة القمة العربية، أو كذلك رسالة الملك الأخيرة في اليوم الوطني للتضامن، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لكن بصدق أن هذه المواقف لم ترقى بعد إلى المطالب الحقيقية، والمطلب الأساسي هو إنهاء التطبيع. نتمنى ونجدد مطالبتنا للدولة المغربية والحكومة المغربية إصلاح هذا الخطأ، خطأ التطبيع مع كيان أثبت ويثبت دوما أنه كيان ديال القتل والإبادة والتدمير، كيان ديال يرتكب أبشع جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ولعل حصار غزة ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء والطاقة ومنع الأدوية وقصف كل دور العبادة من كنائس ومساجد وقصف مجموعة من المؤسسات الاجتماعية على رأسها المدارس، تثبت أننا أمام كيان إرهابي، كيان ينفذ ويقوم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فبالتالي الخطاب ديال الدولة المغربية لم يرقى بعد إلى ما نطمح إليه كشعب مغربي وكحزب في الحزب الاشتراكي الموحد.
جرى المؤتمر الخامس للحزب الاشتراكي الموحد أيام 21-22 أكتوبر، وأسفر هذا المؤتمر عن انتخاب مجلس وطني. هذا المجلس الوطني التأم يوم 5 نوفمبر، وتم انتخاب مكتب سياسي جديد. داخل هذا المكتب السياسي تم انتخاب أمينا عاما للحزب، فبالتالي الوصول إلى الأمانة العامة تم عن طريق انتخابات ديمقراطية، وهو ما ندافع عنه داخل الحزب. كنا دوما ندافع عن الديمقراطية، وشعارنا الدائم هي دمقراطة الدولة ودمقراطة المجتمع. انتخابي كأمين عام لا يعني أنه أعطاني الضوء الأخضر أن أضع كل ما أفكر فيه أو ما أحلم به، بل المفروض على القيادة الجديدة أن تساير وأن تطبق البرنامج الذي سطره المؤتمر باعتباره أعلى سلطة ديال الحزب. فبالتالي المؤتمر وضع مجموعة من الخطوط ورسم للقيادة الجديدة لبرلمان الحزب خط السير الذي يجب أن يسير عليه. فالمكتب السياسي والأمين العام ما هم إلا آلة تنفيذية ينفذون ما تم الاتفاق عليه. أما مسألة جرى الانتخاب لأنني قريب من رفيق نبيل منيب، فهذه حسنة لا أنكرها، فعلا أنا وكل الرفاق مقربين للرفيق نبيل منيب، وكذلك مقربين لكل القيادات ديال الحزب، القيادات التاريخية وعلى رأسها الرفيق المجاهد بن سعيد أيتيدر. خاصة أن منذ تأسيس الحزب، يعني منذ منظمة العمل الديمقراطي الشعبي مرورا باليسار الاشتراكي الموحد وصولا للحزب الاشتراكي الموحد، كانت دائما القيادة ديال الحزب هي قيادة جماعية، قيادة جماعية، وكان دائما الخط الذي يتبعه الحزب هو الخط الذي ترسمه قواعد الحزب ومناضلي ومناضلات الحزب انطلاقا من المؤتمرات الحزبية. فبالتالي واضح كل الوضوح أن الخط الذي سنسير عليه هو الخط الذي تم رسمه إبان المؤتمر الوطني الخامس الذي رفع شعار نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية. بالنسبة لنا هذا المؤتمر الخامس جاء بعد فشل الوحدة الاندماجية للفيدرالية اليسار الديمقراطي، هذا الفشل الذي تم غداة انتخابات الأخيرة. وما بين انتخابات وفشل الوحدة الاندماجية والمؤتمر، قمنا كحزب وكمناضلين داخل اللجنة التحضيرية وداخل كذلك المؤتمر بتقييم التجربة الاندماجية، وهنا خلص الحزب وكل مناضلاته ومناضليه أن الاندماج كما كنا نراه وكما كنا نخطط له منذ عقدين من الزمن، يعني منذ سنة 2001، أثبت أن هذا الاندماج هو اندماج كان اندماج رقمي، اندماج عددي، ليس اندماج في التصورات، ليس اندماجا فكريا، هو كان اندماجا تنظيميا أكثر مما هو اندماج فكري. ولهذا بعد عقدين من الزمن لوحظ أن داخل الحزب الاشتراكي الموحد أن الفصائل والمكونات التي كانت تكون الحزب في غالبها بقيت مقوقعة على نفسها، وهذا ما أدى إلى الانشقاق ديال الحزب. اليوم في المؤتمر بعد نهاية المؤتمر الوطني الخامس، الخلاصة اللي وصلنا لها أنه قلنا في الحزب كفى من هذه التجربة الاندماجية، والبديل الذي نقترحه كحزب الاشتراكي الموحد، البديل الذي نقترح هو إمكانية تأسيس جبهة شعبية واسعة للنضال. هذه الجبهة الشعبية الواسعة للنضال يمكن أن تتكون من الأحزاب اليسارية التقدمية الديمقراطية والمنخرطة في الحركات الاجتماعية، إلى جانب مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنقابية والجمعوية. وبالتالي ما نؤمن به نحن أن الفعل الآن هو فعل اندماج أو فعل الوحدة النضالية، الوحدة النضالية في هذه الجبهة، في هذه الجبهة الشعبية الموسعة للنضال
على أساس أن هذه الجبة يمكن أن تلتئم على برامج وعلى برنامج نضالي عنوانه الأكبر الذي نقترحه، العنوان الأكبر هو النضال من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية والقطع مع ديمقراطية الواجهة التي عاشها ويعيشها المغرب منذ أكثر من 3 عقود من الزمن. فنحن نقول أن ديمقراطية الفيترينا هي ديمقراطية مشوهة وهي صورة أخرى من صور الاستبداد، وبالتالي نحن نناضل داخل هذه الجبهة، نطمح أن نناضل من أجل إقرار الديمقراطية حقيقية التي لا يمكن أن تكون إلا بملكية برلمانية. وعبر هذا العنوان الأكبر يمكن كذلك داخل الجبهة الشعبية الواسعة النضال أن نتفق على النضال على مجموعة من النقاط المستعجلة، مثل إصلاحات الضريبية، مثل النضال من أجل معارضة ومن أجل إسقاط زواج السلطة والمال، من أجل الإصلاح القضائي، من أجل إصلاح مدونة الأسرة، من أجل قضية كبيرة أساسية وهي إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والمدونين والصحفيين وكل معتقل الرأي. فإذن رؤيتنا إلى هذا التحالف، هذا التحالف يجب أن يبنى من داخل هذه الحركات الشعبية ومن داخل النضالات الشعبية ومن داخل الساحات النضالية ومن داخل الشارع. هذه هي رؤيتنا الجديدة، هذا هو خطنا الجديد الذي رسمه لنا المؤتمر الوطني الخامس. داخل المؤتمر الوطني الخامس تم تقديم أرضية واحدة هي أرضية السيادة الشعبية، وأرضية السيادة الشعبية من خلال عنوانها أننا نناضل من أجل سيادة الشعب، وعندما يسود الشعب يمكن أن تتحقق السيادة الوطنية. فنحن نعلم أن داخل دولتنا المغرب ومجموعة من دول المتخلفة أن السيادة الوطنية مفقودة، أن استقلالنا الوطني، استقلالنا الحقيقي، السيادة الحقيقية للوطن أنها مفقودة، وأن الوطن أو البلد في الحقيقة تحكمه صناديق المالية الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وكذلك الشركات الكبرى أو الشركات الميلتي ناسيونال. هذه الشركات الكبرى أو ما نسميها نحن بالإمبريالية هي التي تتحكم في قرارات الدولة وتتحكم كذلك في مصير الشعب، وبالتالي تتحكم في مصير الوطن. فعندما نريد نحن كمناضلين تواقين إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، تواقين إلى التحرر، فهذا التحرر لا يمكن أن نصل إليه إلا بسيادة وطنية حقيقية، أي أن يكون المغاربة هم الذين يملكون قرارهم، قرار سياسي، قرار اقتصادي، والقرار الثقافي وغيرها من القرارات، يعني قرارات الوطنية الكبرى. الواقع الآن والواقع الحال أن القرارات داخل الوطن هي ليست في يد المواطنين، وبالتالي احنا نقول من أجل الوصول للسيادة الوطنية لا بد من سيادة شعبية، لا بد أن يسود الشعب، لا بد أن تكون الكلمة للشعب، والكلمة ستكون للشعب ليقرر مصيره. لا يمكن أن تكون هذه السيادة الشعبية إلا بديمقراطية حقيقية حتى يستطيع الشعب أن يمارس السلطة وأن يمارس الحكم عبر ممثلين له ينتخبهم بكامل الحرية وفي شفافية مطلقة وفي نزاهة مطلقة وفي ديمقراطية. عندما يتملك المواطن القرار وعندما يحس الشعب المغربي أو الشعب بأن القرار في يده، فآنذاك يمكن أن نقول قد خطونا الخطوة الكبرى والخطوة الأهم نحو السيادة الوطنية ونحو تحرر حقيقي ونحو مغرب يعيش في ظل الكرامة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، مغرب سيد نفسه، مغرب سيد قراراته، مغرب سيد كذلك على وطنه، ومغرب متملك لكل أحواله وكل طاقاته وعلى رأسها الطاقة الاقتصادية، ومتملك للقرارات وخاصة القرارات السياسية.
المشكلة داخل المشهد السياسي في المغرب أنه يعيش، نقدر نقول بأن المغرب الآن يعيش واحد فترة غليان، وفي فترة الغليان وهي تعني فترة لا استقرار، لا يمكن إصدار حكم قطعي وحكم نهائي. فمرات سمعنا بموت السياسة وموت الحزب السياسي، لكن اليوم أمام الاحتقان الشديد الذي يعيشه الشارع المغربي وآخر تجلياته هي الاحتقان التي تعيشه الأسرة التعليم وتعيشه كذلك مؤسساتنا التعليمية، عاد من جديد الخطاب السياسي إلى البروز في الساحة. يكفي أن تخرج لهذه الوقفات وهذه الاحتجاجات وتصغي السمع لتسمع جيدا وتعي جيدا أن الشعارات المرفوعة هي شعارات في أغلبها شعارات يسارية، هي في أغلبها شعارات اجتماعية، هي في أغلبها شعارات سياسية. وهذا إن كان يؤكد يدل على شيء فإنما يدل على شيء واحد، هو أن الشعب المغربي هو شعب مسيس بطبعه، هو شعب يساري بطبعه، هو شعب تواق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. فبالتالي حتى إذا حاولت الدولة المغربية من خلال الانتخابات الأخيرة أن تخرس واحد الصوت وهو الصوت اليساري وأن تحاصر هذا الصوت وهو الصوت اليساري، ونحن جميعنا عشنا كيف حاولت الدولة المغربية محاصرة هذا الصوت عبر محاصرة ممثلته في البرلمان الرفيقة نبيلة منيب التي تم منعها من دخول إلى البرلمان في انقلاب سافر للدستور على الدستور المغربي وفي تمرد كبير على الدستور المغربي، ونحن اعتبرنا هذا المنع هو بمثابة محاولة أخيرة لوأد الحزب ولقتل هذا الحزب ولمحو هذا الحزب. الآن كذلك أمام هذه المحاولات كنلاحظوا بأن حزب الاشتراك الموحد يعود كل مرة مثل طائر الفينيق طائر العقاب ينبعث من رماده، وبأنه دوما هذا الحزب تواجد في الساحة. واليوم نعيش مرحلة أخرى من الحصار والتضييق عبر المحاكمات وعبر المتابعات القضائية وطبخ الملفات لمجموعة من الرفقات والرفاق سواء في كل المدن المغربية. فبالتالي المشهد حتى لو حاولت الحكومة المغربية والدولة المغربية هذا المشهد بلقنته وإغلاء وإصمات هذا الصوت في الانتخابات الأخيرة، لكن الواقع يعلو ولا يعلى عليه بأنه يستحيل ومن الصعوبة بمكان أنك تعمل على إسكات وإخراس وحث الصوت، لأن هذا الصوت من الشعب ولا الشعب. واليوم يمكن نقولها بصدق بأن المشهد البائس الذي تم إخراجه في الانتخابات الأخيرة أعطانا معارضة لا تعارض شيئا، هو اللي سميناها معارضة التي فرض عليها المعارضة. إذن يمكننا نقول أن داخل الشارع المغربي والمشهد السياسي هناك الحكومة بأغلبيتها ومعارضتها بين قوسين البرلمانية، ثم هناك معارضة حقيقية لكتسمع صوتها في الشارع المغربي. ويكفي أنك كل أسبوع تشوف الشوارع المغربية وتحس بأن هناك غليان وهناك حيوية وهناك حياة تعود من جديد إلى الحياة السياسية المغربية. الأزمة ديال النظام الأساسي ديال رجال التعليم هي أزمة ديال الحكومة وأزمة ديال الدولة من جوج الحوايج. الشيء الأول أن هذه الدولة هي مثل التلميذ النجيب كما قلنا للصناديق المالية الدولية، أنها تريد أن تطبق توصيات التي تملى عليها وتفرض عليها من صندوق النقد الدولي وبنك العالمي، وبالتالي آخر ما يمكن أن تفكر فيه هي مصلحة المواطنين ومصلحة الموظفين. وهنا اللي شنا قبيلة
فقدانها للسيادة الوطنية وللسيادة الشعبية. فبالتالي عندما أخرجت هذا النظام الأساسي، فالدولة المغربية والحكومة المغربية كانت تفكر ولا زالت تفكر أساسا في تخفيف العبء المالي كما تقول على الاقتصاد ديال الدولة، ولكنها لم تفكر البتة في مئات الآلاف من موظفي هذه الوزارة، مئات الآلاف من الأساتذة، ولم تفكر كذلك في المدرسة العمومية وما تضم من ملايين ديال التلاميذ، وهاد ملايين التلاميذ عندهم ملايين ديال الأسر. فأنتجت لنا نظاما أساسيا سماه أغلبية رجال التعليم بنظام المآسي، بنظام المآسي، لأنه لم يحقق أدنى المطالب العادلة والمشروعة لرجال التعليم. والدليل على ذلك أن الآن الوزارة، وزارة التعليم والحكومة المغربية على رأسها رئيس الحكومة، الآن ولاو كيقولوا بصوت واحد أنه ضروري من تجويد النظام الأساسي. وبعد ضغط الساحة التعليمية انتقلوا من تجويد إلى تجميد النظام الأساسي، وبأنهم يدخلوا الآن في حوارات جديدة مع النقابات. والحال هذا هو ضياع للوقت وتضييع للزمن الدراسي والزمن التعليمي، لأن لا شيء تحاوروا، لأن مطالب نساء ورجال التعليم والأسرة التعليمية هي مطالب عادلة ومشروعة، والجميع يعرفها لدي المطالب. راه يمكن دابا تمشي عند البقال، تمشي عند مواطن عادي، عند مول الطاكسي، تقول له اش كيطالبوا رجال التعليم، يقول لك اش كنطالبوا، اش كيطالبوا. واليوم الحكومة تعود من جديد وتقول أننا نحاور من جديد من الملف مطلبي، وهذا هو تضييع للوقت واستنزاف للمجهودات. فالواقع الذي يعلو ولا يعلى عليه أن ما على الحكومة إلا أن تستمع إلى نبض الساحة التعليمية وإلى نبض نساء ورجال التعليم، وأننا كان آمل داخل الحزب الاشتراكي الموحد أن قطار التنمية الوطنية، تنمية المغرب، لا يمكن أن يقلع هذا القطار، يقلع هذا القطار بدون قاطرة، والقاطرة ديال التنمية هو التعليم، هو إصلاح التعليم. ولا إصلاح للتعليم بدون إصلاح لوضعية نساء ورجال التعليم. إذن مدام ربان هذه القاطرة، قائد القاطرة، الشيفور ديال التران هو رجل التعليم، ما تقلعش هذه القاطرة، ولما قلعتش هذه القاطرة ما يقلعش الإصلاح الحقيقي، وما تقلعش قطار التنمية. فبالتالي على المسؤولين والمسؤولات داخل الحكومة وداخل الدولة المغربية أن يستمعوا جيدا ويسمعوا جيدا لصوت نساء ورجال التعليم، وأن يسمعوا جيدا لصوت الآباء والأمهات، وأن يسمعوا جيدا لصوت التلاميذ. سمع هذا الصوت، يدركون أن ما قدموه من النظام الأساسي هو خطأ كبير، خطأ كبير عليهم إصلاحه في أقرب وقت، خاصة اليوم رحنا مشينا تقريبا شهرين من الإضرابات، راه باقي لنا 3 ايام ونخرجوا في شهرين من الاضرابات. وملي كنقول شهرين من الاضرابات راه شهرين والمدرسه العموميه متوقفه، وحتى القرارات الان اللي اتخذت ديال الاوراق وديال الدعم هي قرارات اش غنقولوا شعبويه. دابا الله يعطيك الستر، غدا الى داروا اطباء اضراب، واش يجيبوا العشابه يداويو الناس؟ واش يقولوا العشابه جي داوي الناس؟ ولا داروا القضاه لاضراب، واش غيقولوا لهذوك الناس الحلايقيه اجيو تحكموا بلاصتهم؟ ولا داروا المهندسين الاضراب، عيجيبوا الناس اليوم ملي داروا الاضراب نساء رجال وجال التعليم، كل من هب ودب جيبوا للتعليم. هذه هي النظره للتعليم، هذه هي النظره، نظره احتقاريه للتعليم. هكذا نبني اجيال ونبني الوطن؟ هذه راه فضيحه، هذه الدعم وهذه الاوراش اللي فاتحينها من اجل القضاء، رما هكذا تورد الإبل الوزير والسيدة الحكومة. المهم الآن هو فتح حوار جاد ومسؤول وحقيقي، وما يطولش هذا الحوار لأن المطالب راه معروفة ومشروعة تحقيق هذه المطالب. احنا داخل الحزب الاشتراكي الموحد، القضية ديالنا اللي كتشكل أولوية الأولويات هي قضية الديمقراطية، لأن احنا كنعتبروا بأن اللي يمكن يسير البلاد لأي تغيير هو السياسي،
وكنقولوا أن المدخل الكبير لإحقاق تغيير حقيقي في المغرب وإحقاق تنمية حقيقية، هذا المدخل الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا مدخلا سياسيا، ولا يمكن أن يكون إلا بتغيير الدستور المغربي حتى نصل إلى دستور ديمقراطي. وعندما نقول دستور ديمقراطي كنقول بأن رغبتنا داخل الحزب الاشتراكي الموحد هو الوصول إلى ملكية برلمانية، ملكية برلمانية اللي يمكن تحققنا شعاراتنا اللي كنرفعوها، وشعارات قرن المسؤولية بالمحاسبة، شعارات العدالة، شعارات العدالة القضائية، شعارات كذلك العدالة الضريبية، شعارات فصل السلطة عن المال، زواج السلطة عن المال. يمكننا نطرحوا بها كذلك التغيير الشامل اللي يمكن يتغير مجموعة من القطاعات وقطاعات اجتماعية. إذن كنقولوا الأهمية الكبرى، المهمة الكبرى، هو الإصلاح السياسي عبر التغيير ديال الدستور. وهنا كاين محطات أخرى كتأتي كذلك عندها أهميتها بالنسبة لنا، وهي القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم، إصلاح قطاعات الاجتماعية، على رأسها إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، إزالة الشغل، السكن. إذن هذه هي الملفات الكبرى كحزب اشتراكي موحد نحاول وسنحاول أن نناضل من أجلها بكل الطرق النضالية المشروعة، وفي كل ما يلين سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو داخل الشارع. فنحن في الحزب الاشتراكي الموحد نؤمن بالنضال من داخل المؤسسات لإسماع الصوت ديال الشعب المغربي وخارج المؤسسات، فنضالنا يسير في خطين متوازيين، لا هذا يلغي هذا ولا هذا يلغي ذاك. إذن هذه هي القضايا التي تشغل بالنا ونعتبرها قضايا ملحة، وكما قلت الإصلاح السياسي يبقى على رأس هذه القضايا. حنايا كحزب اشتراكي موحد كان لدينا لقاء مع اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم الأربعاء، وتشرفت ب أنني ترأس الوفد ديال الحزب الاشتراكي الموحد داخل هذه اللجنة، وقدمنا مجموعة من المقترحات العملية، لأننا كنعتبروا بأن المغرب ما يمكنش يتقدم إلى ما كانش عندنا أسرة متضامنة متكافئة متساوية تسودها العدالة والإنصاف، وأن هذه الأسرة لا يمكن أن تكون كذلك إلا بإصلاح وضعية المرأة والانتقال من نظر المرأة إلى نظرة دنيا إلى امرأة بكامل الحقوق متساوية في الحقوق والواجبات إلى جانب الرجل. ولاحظنا أن مجموعة من المواد التي في المدونة الحالية تكرس هذه النظرة ضيقة والدونية للمرأة، وتمارس نوع من الاضطهاد على المرأة، وأن داخل الأسرة نعيش استغلال طبقي غير مباشر وغير منظور. انطلاقا من هنا تقدمنا بمجموعة من التعديلات على مدونة الأسرة. هذه التعديلات مست مثلا الزواج، فداخل الزواج طالبنا في الحزب الاشتراكي الموحد بمنعا باتا الزواج بالقاصرات، لأنه لا يمكن أن نتصور أن قاصر شاب باقي في عمره 12 و13 عام يتزوج ويدير أسرة، ما يمكنش، دري طفل، وكيفاش الطفل يتزوج 12 و13 و14 و15 عام في إطار المساواة؟ كما هذا الطفل اللي عنده 16 عام 16 عام ما يقدرش يدير أسرة، حتى المرأة في إطار المساواة راه هاد الطفلة ما كان هاد الدراسة والتعليم. احنا قلنا بأنه إطار المساواة الحقيقية والتصور الحقيقي لبناء الأسرة أنه قلنا ببساطة يجب منع زواج القاصرات،
وطالبنا كذلك بمنع تعدد الزوجات، واستنادنا على ذلك استناد يمكن نقوله شرعي، لأن حتى عندما تم السماح بتعدد الزواج قرن هذا السماح بالتعدد بشرط في القرآن، وهذا الشرط يستحيل أن يتحقق، يستحيل أن يتحقق ذلك الشرط اللي هو شرط العدالة والإنصاف بين الزوجات، صعيب يتحقق. فبالتالي ذلك الشرط اعتبرنا أنه شرط اللي ما يمكنش يتحقق، فبالتالي قلنا بأنه يجب منعه تعدد الزواج. وكذلك قلنا خاص تعديلات قدمناها في الإرث، مجموعة من التعديلات، مثلا في الإرث قلنا بأنه يجب أن يرث الإبن بالتبني حاله في حال الإبن البيولوجي. تصور معي مثلا طفل فعمره شهر، جابته واحد الأسرة تربيه شهر في عمره، ما قيمة عارف حتى حاجة، وعاش مع هاد الأسرة 30 ولا 40 عام، ولدهم كبر، ولدهم عايش في وسط منهم، ولدهم ما عمرو عرفته واش هو بالتبني ولا ماشي بالتبني. ملي كيموت الاب والام كيجيو الخوت ديالو ويجريو عليه الزنقه، يقولوا سمح لنا انت ما عتولدش، ويرميو للزنقه. وتصور تكون هادي بنات يرميهم للزنقه، انت لا ترث ولا درهما، ما يمكنش. وقلنا حتى كذلك خص منع التعصيب، وقلنا خصنا اصلاح واعاده الاعتبار للوصيه، للوصية، لأن مجموعة يقولوا كيختبئوا واحد الحديث لا وصية لوارث، وهذا حديث بين قوسين ماشي أكيد، لأن ما يمكنش الحديث يكون أعلى من القرآن. وفي القرآن كاين حديث عن كاين حديث وكلام عن الوصية. فبالتالي قلنا بأن يجب مدونة الأسرة أن تعيد النظر في الوصية والسماح لصاحب الملك، لأن راه فلوسه هو اللي كيملكها، هو اللي باغي يقدر يدير فيها حرية التصرف في الأموال ديالو، مادام ليس ما سافيه ما حمق ما حتى حاجة. إذا مادام أنا باقي عايش وهذه فلوسي وأنا حر نتصرف فيها، أنا لدي الحرية، كل حرية أنني ندير بفلوسي اللي بغيت، وأن أوصي لمن أريد لمن أشاء. وهنا ملي كنقولوا العودة ديال الوصيه واعطاء قيمتها، كنقولوا حتى ذلك مشكل ديال التعصيب، حنا كنعرفوا هذا المشكل اللي دار كيعمل مجموعه ديال النقاط، اللي دار مجموعه ديال المشاكل، اللي دار مجموعه ديال العائلات، اللي بنات عنده عائله عندها غير بنات، كيموت الراجل ذاك البنات كيلقاو راسهم جايين خوت عمام ولا خوت ولا شي حاجه كيورثوا، وهما يمكن كانوا في علاقه سيئه اصلا مع الاب، وهذه كاينه مشاكل. اذا شنو مشاكل؟ كذلك طرحنا مشكل ديال الحضانه، مشكل ديال النفقة، قلنا النفقة أنه خصو يتحملوا فيها المسؤولية متساويين، الرجل بحال المرأة، حنا قلنا المساواة متساويين، لأن الآن راه يمكن كتلقى الزوجة خدامة أكثر أحسن من الزوج، وعندها الفلوس أكثر من هذا، وخصها تحملوا كما كيتحملوا المصاريف في المنزل كيف، حتى النفقة خصو يتحملوا فيها. ودرنا كذلك مجموعة من التعديلات من الحضانة، في الحضانة وفي الخطبة وغيرها. فبالتالي احنا وتعديلاتنا كانت منبثقه من ثلاثه، منبثقه من المواثيق الدوليه، المواثيق الدوليه، وكذلك من الميثاق العالمي ديال حقوق الانسان، وكذلك نطالبوا من الاجتهادات المستنيره، والاجتهادات المستنيره في الفقه، في الفقه الاسلامي، كنقولوا بان خص الاجتهاد، وهذا الاجتهاد يجب أن يجتهد العقل ديال 21 القرن 21، ماشي اجتهاد ديال العقل ديال قرون أخرى، لأن تغيرت مجموعة من الأوضاع في الحياتية، أوضاع الحياة وأوضاع الأسرة المغربية، وبالضروري نحن لا نطالب بإصلاح المدونة فقط، بل طالبنا بتغيير المدونة ديال الأسرة، من لأن اعتبرنا بأن مدونة الأسرة هي إصلاح للأسرة المغربية، والأسرة المغربية هي عماد ديال التقدم والتطور والنمو الذي نحلم به. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.